برعاية سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، افتتح معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جامع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. لدى افتتاح معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف جامع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الكائن شمال الحد، والذي تبنى إعادة بنائه الوجيه جاسم بن محمد بن جبر المسلم، أكد معاليه اهتمام مملكة البحرين برعاية بيوت الله تعالى تعزيزا للهوية الإسلامية لهذه الأرض الطيبة وشعبها الكريم. وأقيم حفل الافتتاح برعاية كريمة من سمو الشيخ عبد الله بن خالد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث بارك معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة لأهالي الحد افتتاح جامع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان حفل الافتتاح قد بدأ بعد صلاة العشاء بكلمة للوجيه جاسم بن محمد بن جبر المسلم ألقاها بالنيابة عنه شقيقه الوجيه علي بن محمد المسلم. المسجد كان يمثل المسجد الأول في مدينة الحد منذ حوالي 80 سنة، كان يعتبر مصلى للأعياد شمال مدينة الحد، وتم بناء مسجد قبل هذا المسجد في حوالي 56 سنة، إلا أن ذلك المسجد كان بناء تهاوى بعد تلك المدة، فتم هدمه وإعادة بناء من جديد من قبل الوجيه جاسم بن محمد المسلم. يوجد في جنوب الحد، هو أول جامع في مدينة الحد القديمة. هذا ذاك الجامع بني من حوالي 120 سنة تقريبا، ثم تم هدمه وإعادة بناء من حوالي 50 سنة، والآن يتطلب هدم وإعادة بناء بالشكل المميز الذي يحفظ له تراثه وتراث مدينة الحد. فالوجيه جاسم محمد بن جبر المسلم توجه بطلب أنه يعني يحظى بإعادة إعمار هذا المسجد ليوفي حقه تجاه مدينة الحد. المساجد هي خير بقاع الأرض وأحبها إلى المولى جل وعلا، ومن أجل الأعمال وأعظمها منزلة عند الله عمارة المساجد. نشهد اليوم افتتاح جامع عائشة رضي الله عنها بمدينة الحد، هذا الجامع الشامخ الكبير بتمويل وبناء وإنشاء من قبل الوجيه جاسم بن مسلم. ومملكة البحرين تشهد ومنذ القديم إلى يومنا افتتاح كثير من الجوامع ودور العبادة وكل ما يخص بالشؤون الإسلامية وما يخص بالقرآن وما يخص بالمسلمين. يشار إلى أن جامع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يتسع لألف مصل قبل إعادة إعماره، وقد تمت توسيعته الآن ليتسع ل2200 مصل، ويتكون من قاعة الصلاة الرئيسية ومصلى الفروض اليومية ومصلى النساء إلى جانب المرافق اللازمة، وتم تهيئة مواقف للسيارات لرواد الجامع تتسع لأكثر من 100 سيارة، وروعيت في تصميمه وهندسته الجودة والجمال والاتساع.